بالأمس أعلنت موسكو أنها بدأت بإنتاج كميات كبيرة من صواريخ فرطة صوتية. ما الذي تخطط له موسكو إذن من هذه الخطة؟ إنتاج كميات كبيرة جدا من هذه الصواريخ. هل أوكرانيا اليوم مقبلة على سيناريو أخطر وأشد مما هو عليه الآن؟ الصواريخ التي أعلنت عنها موسكو، وهنا دعنا نوضح أن التكنولوجيا العالية في صناعة الصواريخ تعتمد على شرائح إلكترونية كمبيوترات موجودة في هذه الصواريخ، وهذه الكمبيوترات والشرائح الإلكترونية عالية التقنية هي تقع ضمن العقوبات وحظر التصدير إلى روسيا، وهناك مشكلة في إنتاج مثل هذه الصواريخ. هنا بين عارضين، أن لا نثق بكافة ما تعلنه روسيا، ويمكن أن يكون هذا من باب التشويش الإعلامي أو النصر الإعلامي أو التخويف والترهيب، لكن إذا كان ذلك صحيحا، لنفترض ذلك، فهذه الصواريخ هي على مدى 2000 كيلومتر يمكن أن تحمل الطائرات، وموجهة للسفن وحاملات الطائرات، وهذه هي عبارة عن زيادة في سباق التسلح أو الضغط. من الإعلان هو من باب الضغط السياسي على الولايات المتحدة للجلوس والموافقة على إنهاء هذه الحرب، ورأينا ذلك. ممكن أن إذا عودنا إلى مثلا زيارة الرئيس أردوغان إلى أوكرانيا، وقال أن بوتين مستعد للاجتماع مع زيلينسكي، هذا سابقا لم يكن، وكان متعاليا تماما بوتين أنه لا يريد الاجتماع. هذا يؤكد أن روسيا في موقف ضعيف جدا وتبحث عن مخرج من هذه الأزمة. وأعتقد أن موضوع هذه الصواريخ أعتقد أنه إعلامي لا أكثر، لأن كما قلت أن المعدات الأساسية في التحكم والدارات الإلكترونية هي من الممنوعات من البضائع التي تقع عليها العقوبات. لذلك لا أعتقد أن هذه الكميات الكبيرة يمكن أن يكون قد أنتجوا كميات، ولكن ليست بالحد الذي تقوله موسكو وبالحد الذي تهوله.